بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن المحاضرة التانية في الهيمودينامكس، هي برضو عن الرايت اتريال بريشر بس الابنورمال تريسز او الابنورمال ويفز بتاعت الرايت اتريال بريشر بتاع الرايت اتريال بريشر. اول حاجة تريكسبت ستينوزس، زي ما احنا عارفين الويفز بتاعتنا النورمال بتاعتنا الاي ويف نتيجة الاتريال كيك، بعد كده السي ويف بروتروجن للكاسبس بتاعت التريكسبت وقت الايزوفوليمك كونتراكشن، الاكس ديسنت نتيجه الاتريال ريلاكسيشن والداون وورد ديسبليسمنت للاي في رينج توارد زي ار في ابيكس، بعد كده الواي هيبدا في هنا في طبعا في الريتيرن او الفينوس ريتيرن للرايت اتريوم، هيبدا يزيد البريشر لغايه لما يعمل لي الفي ويف، وبعد كده هيفتح التريكسبت فيعمل لي الواي ديسنت. طيب في التريكسبت ستينوز ايه اللي بيحصل؟ بيحصل prominent او giant او large A wave. ليه بقى؟ لان الاتريوم بيكونتراكت against stenotic valve، فلازم يبقى هيبقى البريشر فيه very high، هينتج عنه very large او prominent او giant A wave. طيب بعد كده الاكس ديسين زي ما احنا البريشر هيزيد طبعا وقت السيستول في الرايت اتريوم لغايه لما يعمل لي الفي ويف، بس بعد ما التريكسبت فالف يفتح هنا هيبدا ان ايه الدم هيخرج من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل في مده طويله قوي، فيعمل لي هنا ايه بلانتد واي ديسنت، بلانتد واي ديسنت. يبقى حاجتين اتنين مهمين جدا في تريكسبت سينوزيس، رقم واحد جاينت اي ويف، رقم اتنين بلانتد واي ديسنت. طيب تريكسبت ريجارجيتيشن طبعا الاي ويف زي ما احنا الاكس ديسنت هتبقى هنا بلانتد بس هيبقى فيه جاينت في ويف. طيب هي الفي ويف نتيجه ايه؟ نتيجه الريتيرن الفينوس ريتيرن من السوبير والانفيرو فينا كافا، ده غير كده كمان وقت السيستول ده هيجي لها بلاد كمان جاي من الرايت فينتريكل لان فيه تريكسبت ريجارجيتيشن، فهيزيد قوي قوي البريشر جوه الرايت اتريوم، واول ما يفتح الترايكسبت فالف هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي برومننت واي ديسنت. يبقى في الترايكسبت ريجارجيتيشن هيبقى فيه لارج في ويف اكبر من الاي ويف، والطبيعي طبعا العكس، بعد كده هيبقى فيه ديب او برومننت واي ديسنت. ده الكلام اللي احنا قلناه كله، ان هيبقى فيه جاينت اي ويف وهيبقى فيه بلانتد واي ديسنت، وقلنا كل حاجه ليه. طيب لما نيجي نشوف ناخد تريسز بتاعت الرايت اتريوم مع الرايت فينتريكل، الاثنين ماشي اوكي مع بعض، بس هنيجي هنا على الدايستول هنلاقي فيه فرق كبير قوي، او الدايستوليك بريشر بتاع الرايت اتريوم هيبقى اعلى من الدايستوليك بريشر بتاع الايه الرايت فينتريكل، هيعمل لي هنا جريدينت. جريدينت ده اللي بنقيسه في الايكو واللي بنسمع عليه الدايستوليك ميرمر بالسماعه. اوكي يبقى احنا عرفنا تريكسبت سينوزس، عرفنا تريكسبت ريجيرش وايه اللي بيحصل فيهم، هنبدا في التامبونات. طيب التامبونات زي ما احنا عارفين اول حاجه بيجي الاي ويف مش هياثر عليها خالص، ده اتريال كونتراكشن. طيب الاكس ديسنت، الاكس ديسنت طبعا اللي هي بتنتج على الرايت اتريال ريلاكسيشن والداون وورد ديسبليسمنت للايه للايفرنج توارد ذا ار في، هيبقى فيه ديب او برومننت اكس ديسنت. ليه؟ ان اصلا البريشر بتاعنا اللي هو البريشر جاي من بره ماشي، بس الريلاكسيشن ما بيتاثرش بتاع الرايت اتريوم، ده الريلاكسيشن هيحصل بسرعه جدا وفي وقت قصير جدا، لان البلاد او الفلويد اللي في البريكارديوم او البريكارديال افيوجن او التامبونات ده هيمنع مور اند مور ايه مور اند مور ريلاكسيشن، فالريلاكسيشن هيحصل بسرعه جدا وفي وقت صغير فيعمل لي برومننت اكس ديسنت. طيب الفي بقى، الفي بتاعتنا تبقى برضو نفس القصه يعني زي ما هي، بس القصه كلها بقى ان ايه الواي ديسنت، البلاد ده هيفتح بعد ما التريكسبت فالف هيفتح هيخرج من الايه من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل في مده طويله ماشي، المده الطويله ديت نتيجه ان الرايت فينتريكل بريشر بيحاول ان هو اوفر كام البريشر اللي جاي منين، اللي جاي من البريكارديا من التامبونات
ماشي، فهياخد وقت طويل ان الرايت اتريوم بيفضي في الرايت فينتريكل، فهيبقى عامل لي ايه؟ ابسنت وايد سينج. يبقى التامونات رقم واحد ديب او بروميننت اكس ديسنت، انما مفيش او ابسنت واي ديسنت. هنيجي لاخر حاجه اللي هي الكونستريكتيف بريكارديتس، وطبعا ديت فيها فايندنج كتيره جدا في البريشر تريسز. احنا دلوقتي بنتكلم على الرايت اتريوم بس، لما ناخد الار في وناخد ال في هنجمعهم في الاخر كام فايندنج في البريشر تريسز في الكونستريكتيف بريكارديتس، اباوت 8 فايندنج. طيب الكونستريكتيف بريكارديتس ايه اللي بيحصل فيها؟ ادي النورمال بتاعنا الاي والاكس واي ديسنت والفي والواي ديسنت. طبعا التامبونات زي ما قلنا الاي زي ما هي في برومننت اكس ديسنت، والفي زي ما هي بس في بلانتد واي ديسنت. الكونستريكت بريكاردايتس اول حاجه الكونستريكشن او الكونستريكت بريكاردايتس ده السكند بريكارديوم بيمنع اصلا التشينجز اللي حواليه اللي حوالين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، فبيعمل فاصل ما بين البريشر تشينجز في الانترا ثوراسيك كافيتي واللي بيحصل انترا مايوكارديا. ماشي، طيب الحاجز ده بيخلي فيه ايه؟ بيخلي فيه اول حاجه رابيد شورت ريلاكسيشن للرايت اتريوم، وبرده نفس القصه رابيد وشورت ايميتنج بتاعه الرايت اتريوم. الاتنين بيحصل فيهم ايه بقى؟ بيحصل فيهم ان هيبقى فيه برومننت و اكس ديسنت، ماشي، اتريال ريلاكسيشن، وهيبقى فيهم برومننت واي ديسنت. وزائد على كده كمان ان البريكارديوم اللي حاجز او اللي عامل فاصل ما بين الانترا ثوراسيك بريشر تشينجز والانترا كاردياك هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ايكوال اي اند في ويف. يبقى انا عندي على مستوى الرايت اتريال تريسنج في حاجتين اتنين مهمين جدا، اول حاجه ايكوال اي اند في ويف، رقم اتنين برومننت اكس اند برومننت واي ديسنت. ده بيشبه لي بالام شيب او الدبليو شيب ويفز، وديت سبيسيفيك للكونستريكتيف بريكارديتس. يبقى احنا هنحفظ الحاجات دي لغايه لما نشوف الرايت فينتريكولر بريشر تريسنج والال في بريشر تريسنج عشان نكمل الفايندنج اللي بتحصل في الكونستريكتيف بريكارديتس. شكرا لحضرتك.